التركية أنقرة، وهذا نفس المشهد تابعناه في مدينة كرمان مراش وأيضا في إسطنبول، وبدأ عملية الفرز وهذا بإخراج اللوائح من أو إخراج اللائحة من الظرف، وبتعداد هذه اللوائح وتعداد عدد الأظرفة أيضا، وهناك إجراءات وتابعناها وأيضا من قام بشرحها قبل قليل الزميل حمزة مرسلي المتواجد بمدينة كرمان مراش. إذن أعود